بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم في أولى حلقات برنامج مدارس، برنامج اللي رجع لكم بطابع جديد ورجع لكم بمعلومات أكثر ورجع لكم بثقافة أكثر. طبعا هذا البرنامج يأتيكم بالاحتفالات باليوم الوطني، الاحتفالات بيوم الوطن لدولتنا الحبيبة قطر. طبعا برنامجنا راح تكون فيه المعلومات الكثيرة، راح نتعرف أكثر على المعلومات من خلال اللغة العربية، من خلال الرياضيات، من خلال العلوم، وأيضا المعلومات العامة. راح نتعرف أكثر على المناطق الموجودة في دولتنا الحبيبة قطر، الأماكن السياحية الموجودة في دولتنا الحبيبة قطر من خلال الطلاب المميزين ومن خلال الطالبات المميزات اللي راح يشاركون معنا في هذا البرنامج. وأيضا راح يكون في روح من التنافس الشريف من خلال المدارس اللي راح تشارك ويانا، والحماس من خلال الطلاب اللي راح يشاركون، ونشوف تفاعلهم ونشوف ونختبر المعلومات اللي عندهم من خلال دراستهم اللي درسوها ومن خلال المعلومات العامة اللي خذناها. راح نبدأ معاكم ومع أول المدارس اللي راح تشارك ويانا في أول حلقة من برنامج مدارس. خلونا نتعرف على المدرسة الأولى. الطالب عبد الله وهيب، الطالب فارس محمد، الطالب سلمان علي عيسى، المدرسة الأولى اللي مشاركة معانا هي مدرسة أحمد بن راشد المريخي، ونبداها طبعاً بالطالب سلمان علي. نسمع له تحية سلمان، يستاهل. وأيضاً الطالب عبد الله وهيب، بعد نسمع له تحية، يستاهل. والطالب فارس محمد، نسمع لهم تحية. جاهزين اليوم؟ طبعاً هذه أول حلقة راح تكون اليوم، فلازم تكون مستعدين ولازم نشوف تفاعلكم ونشوف الحماس. جاهزين؟ يعني ما في توتر؟ ما في؟ الأمور طيبة؟ تأخذون الجائزة اليوم وتفوزون معنا في الحلقة؟ ترى المدرسة الثانية أنا أحس أن يعني فيهم قوة وجاهزين، بعدهم دارسين. أنتوا جاهزين؟ إن شاء الله بنشوف. يعني خلونا نتعرف وياكم مشاهدينا الكرام على المدرسة الثانية. الطالب عبد الله عبد اللطيف الكواري، الطالب علي الحميدي، الطالب منصور طلال الكواري، المدرسة الثانية معنا هي مدرسة سميسمة الابتدائية للبنين، ونبداها بالطالب عبد الله عبد اللطيف، نسمع له تحية. والطالب منصور الكواري. والطالب علي الحميدي. جاهزين شباب؟ جاهزين. أكيد؟ أكيد. متحمسين؟ بيفوزون عليكم ولا بتفوزون عليهم؟ احنا نفوز. تفوزون؟ شلون معلوماتكم؟ رياضيات، عربي، علوم، تمام؟ جاهزين؟ ومعلومات عامة، تعرفون أشياء عن دولة قطر؟ أكيد تعرفون ثقافة وتعرفون أشياء من التراث في دولتنا الحبيبة قطر. نبدأ معاكم أول مسابقة، أول مرحلة. جاهزين؟ نبدأ مشاهدينا الكرام، نبدأ الجمهور؟ ما أسمع، لا أنا بصوت، نبدأ؟ خلونا إذا نبدأ معاكم مشاهدينا الكرام المرحلة الأولى. طبعا المرحلة الأولى نقول لكم ونقول للمشاهدين أن هي مرحلة راح نعتمد فيها على السرعة، راح نعتمد فيها على التركيز، راح نعتمد فيها على أنكم تتشاورون مع بعض وتعطوني إجابة صحيحة. شنو هي المرحلة؟ راح نعرض لكم كلمة مكونة من 4 حروف، ممكن تكون من 5 حروف، بس الحروف راح تكون مخفية. مع كل إجابة صحيحة راح نكشف لكم عن حرف من الحروف الموجودة لين ما نعرف شنو هي الكلمة المخفية. جاهزين؟ وطبعا كل ما نكشف حرف راح تاخذون نقطة إذا جاوبتوا إجابة صحيحة، بس إذا جاوبتوا جواب خطأ شو اللي راح يصير؟ ماينس. اي راح يكون ماينس، وراح ممكن نخصم منكم نقطة إذا جاوبتوا إجابة خطأ. فلذلك اللي يعرف الجواب يضغط، ومتأكد من الإجابة يضغط على أساس إنه ياخذ
نقطة واللي يجاوب خطأ ممكن أو بنخصم عليه نقطة. إيش رأيكم نشوف الكلمة ونشوف السؤال الأول؟ جاهزين؟ اللي يعرف يضغط على الزر. الكلمة مكونة من 4 أحرف والسؤال الأول يقول وعد الله بها المؤمنين في الآخرة فما هي؟ اضغط على الزر. مدرسة عبد الله بن راشد المريخي الابتدائية للبنين. السؤال والجواب عندكم. بالجنة. الجنة وعد الله بها المؤمنين في الآخرة. الجنة. طبعا نذكر ان الألف واللام ال التعريف ما نحسبها في الإجابة، فناخذ الحرف اللي بعد الألف واللام. فقلتوا انتوا جنة. الجنة هي وعد الله بها المؤمنين في الآخرة، والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة، أول إجابة صحيحة لمدرسة أحمد بن راشد المريخي. بنكمل ونشوف وممكن كل شيء يصير، فخلكم جاهزين وخلوا إيدكم على الزر عشان تضغطون إذا كنتوا تعرفون الإجابة. السؤال الثاني يقول، السؤال الثاني ما الذي نزن به البضائع؟ بشنو نوزن البضائع؟ بشنو نوزن الأغراض اللي عندنا؟ مدرسة اسمها؟ الميزان. ميزان. متأكد؟ متأكد. البضائع وزنك شلون تقيسه؟ ميزان. ميزان. إذا عندك أغراض تبي تقيسها شلون؟ الميزان. كل شيء بالميزان. يعني جواب، بما أنه أول جواب لكم فما راح أوتركم، أعطيكم الإجابة وإجابتكم صحيحة. إجابة صحيحة، ميزان نزن به البضائع اللي هو الميزان. خلونا ننتقل للسؤال والحرف اللي بعده. ما اسم الجبل الذي يقف عليه الحجاج يوم الحج الأكبر؟ جبل. ما اسم الجبل الذي يقف عليه الحجاج يوم الحج الأكبر؟ مدرسة اسمها؟ الإسراء والمعراج. لا فكر، عطني إجابة. إذا عندك إجابة ثانية عطني. جبل طور. لا للأسف، للأسف إجابة كانت خاطئة. خلاص خلاص ما يصير. الجواب كان عرفة، جبل عرفة. كنتوا تعرفون؟ إيه. ليش ما ضغطتوا من البداية؟ ضغط بس هم ضغطوا قبلكم وراحت لهم الإجابة، فالإجابة للأسف خاطئة، غلطتوا في الإجابة وخصمنا عليكم نقطة. ننتقل للحرف الأخير من هذه الكلمة والسؤال يقول ما الذي يأكله أهل الخليج والآسيويون في وجباتهم العادية؟ أهل الخليج أكلة موجودة على السفرة، كل يوم موجودة على السفرة. شنو هي؟ تأكلها على الغداء أكثر شيء. تمر. لا يعني شيء مو أنت قلت تمر، التمر حلو. الشيء اللي احنا نقصده يعني طعمه مالح شوي، ممكن حزات يكون بدون. شنو؟ عيش. شنو المسمى باللغة العربية؟ رز. شنو قلت لي؟ رز. 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 رز والإجابة خلاص عندهم الإجابة هي الرز، بس باللغة العربية شلون تنقال؟ رز. ها؟ رز. رز. انت قلت له؟ متأكد؟ أرز. الشيء اللي يعني يأكله الخليجيين والآسيويين في وجباتهم العادية الأرز، والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة، أرز. لازم تضغطون أسرع على أساس أن تقدرون تجاوبون. وطبعا نكشف عن الكلمة اللي كانت مخفية، هي كلمة جامع. شنو يعني جامع؟ يعني جامع. مسجد. هذه ما عليها نقطة، هذه ما عليها، بس أنا أسألكم شنو يعني جامع؟ الجامع يعني المسجد، المسجد الكبير يعني جامع. انتقل للسؤال اللي بعده ونشوف الكلمة اللي بعدها، الكلمة مخفية، وناخذ السؤال الأول. السؤال يقول ما الذي يساعدنا على مضغ الطعام؟ الأسنان. الأسنان. تأكد من الإجابة؟ لا خلاص. خلاص عندهم الإجابة. أسنان مو باللسان؟ لا. تأكد من الأسنان؟ إيه. أشوف أسنانك. الإجابة بما أن أنت قلت أسنان ورويتني أسنانك الحلوة، الإجابة صحيحة. أسنان إجابة صحيحة. لسان. ننتقل للسؤال
اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول: ما هي الدولة التي عاصمتها أنقرة؟ مدرسة أحمد بن راشد. يقول تركيا. هو يقول تركيا؟ ما سمعت، تقوله بصوت عالي. إيران ولا تركيا؟ شنو الإجابة؟ تركيا. شنو قلت لي؟ شنو قلت الحين؟ إيران. لا، شنو قلت أول شيء؟ تركيا. زين، ليش متردد من إجابتك؟ ها؟ تركيا؟ نثبت على تركيا؟ احنا بنثبت على تركيا لان تركيا اجابه صحيحه. اجابه صحيحه، خليك واثق من اجابتك. سمعني الاجابه على اساس ان الجمهور يسمع واحنا نسمع والمشاهدين ايضا يسمعون اجابتك. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول: ما هو عكس الحضور؟ مدرسه احمد بن راشد. الغياب. الغياب عكس الحضور. الغياب والغياب. تغيب وايد من المدرسة ولا تحضر؟ لا أحضر. ما تغيب؟ لا. ما حد فيكم يغيب على المدرسة؟ لا. أكيد؟ إلا إذا كنت مريض. إلا إذا كنت مريض وعندك عذر؟ إي عندي عذر، يعني دائما أكون كذا مثلا عندي عذر طبي أو كذا. تغيب على المدرسة، حلو. بما أن عكس الحضور هو غياب، والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. تقدرون تخمنون الكلمة المكتوبة؟ في حرف ناقص، تقدرون تعرفون شنو هي الكلمة؟ باء. شنو الكلمة؟ غابة. غابة. زين، يمكن تكون غاية. غاية صح. صح. نجيب السؤال نشوف. لا، أنت شنو قلت؟ غابة. غابة. ما شاء الله عليك. شو اسمك؟ عبد الله. نفس اسمي يعني، لازم تكون شاطر. غابة والإجابة صحيحة. نكشف عن الكلمة المكتوبة. الإجابة والكلمة كانت غابة. طبعا وصلنا معاكم لنهاية هذه المرحلة. كل شيء ممكن يصير في المرحلة الجاية، وكل شيء ممكن يتغير من خلال ضغطتكم على الزر. بس ضغطة زر تقدرون تغيرون كل شيء. ومع نهاية هذه المرحلة خلونا نعلن عن النتائج في مدرسة، أو أقول لكم، مدرسة أحمد بن راشد المريخي اللي تدين البنين حصلوا على 5 نقاط. أما مدرسة سميسمة اللي تدين البنين حصلوا على نقطة. يسألون تحية. يسألون تحية لكل يسأل تحية. طبعا أبدعتوا خلال هذه المرحلة، وبنبدأ معاكم المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بعد يبي لها تركيز. المرحلة الثانية بعد يبي لها يعني سرعة في الإجابة وتركيز أكثر. نبدأ معاكم المرحلة الثانية. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. نبدأ؟ إذا مشاهدينا الكرام، خلونا نبدأ وياكم المرحلة الثانية. خليك بعيد عن الزر شوي، ما راح تحتاجه الحين. ليش ما راح تحتاجه؟ لأن راح نعرض لكم في بداية هذه الفقرة والمرحلة الثانية، راح نعرض لكم فيديو على الشاشة الموجودة. من خلال الفيديو راح تكون في معلومات كثيرة، سواء كانت أرقام، سواء كانت أماكن، سواء كانت مسميات أو أسماء لأشخاص. توزعون الشغل بينكم وتتفقون كل واحد شنو يعني يحفظ شنو ويركز على شنو. من خلال الفيديو راح تركزون، وبعد الفيديو راح نبدأ نسألكم أسئلة، ونرجع نقول لكم إن الأسئلة راح تعتمد على السرعة. اللي يضغط أول هو اللي راح يجاوب، واللي يركز أكثر هو اللي راح يجاوب صح. اللي يجاوب خطأ يعني راح نخصم عليه نقطة إذا ضغط وأنت ما تعرف الإجابة. جاهزين؟ جاهز؟ جاهزين أنتوا هني؟ نبدأ نشوف الفيديو؟ نبدأ. ها؟ جاهزين؟ إذا مشاهدينا الكرام خلونا نشوف وياكم الفيديو ونرجع نستكمل مرحلتنا الثانية. قلعة الزبيرة يا أصدقائي هي موضوعنا في هذه الحلقة. إنها أكثر أهمية من أي قلعة عسكرية تاريخية أخرى في الدولة، فقد بنيت في عهد الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني في عام 1938، وذلك بهدف حماية ساحل قطر الشمالي الغربي. ولعل ما يميزها أيضاً أنها تقع في مدينة الزبارة العتيقة عند الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة قطر، وتحديداً في بلدية الشمال. وتبعد هذه القلعة الشامخة حوالي 105 كيلومترات عن الدوحة. أما منطقة الزبارة التي تقع فيها
فقد سجلت عام 2009 كمنطقة محمية، ومنذ ذلك الحين بدأت هيئة متاحف قطر عبر فرق من علماء الآثار من الدول الصديقة والشقيقة في القيام بعدد من الحفريات الأثرية في الموقع. وكما تعرفون يا أصدقائي، فقد أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو موقع الزبار الأثري على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2013. ويتألف الموقع المدرج من ثلاثة أجزاء رئيسية، أكبرها البقايا الأثرية لمدينة الزبارة التي يعود تاريخها إلى عام 1760، إضافة إلى قلعة الزبارة الشاهدة على تاريخنا المجيد في الدفاع عن وطن السمو والمجد. شفتوا الفيديو؟ نعم. ركزتوا على الأسماء، الأرقام، المكان، ركزتوا على كل شيء؟ جاهزين؟ نبدأ وناخذ السؤال الأول؟ ناخذ السؤال الأول بهذه المرحلة؟ نبدأ زين ونقول السؤال الأول، في أي عام تم بناء قلعة الزبارة؟ مدرسة أحمد بن راشد. 1938. متأكد؟ متأكد. بدون رجعة؟ بدون رجعة. إجابة ما فيها أي مجال للرجعة خلاص؟ لا ما فيها. 1938؟ إيه. سمعت الإجابة يعني في الفيديو؟ إيه. متأكد يا سلمان؟ إيه. معاهم أكيد؟ معاهم. 1938. الجمهور شو تقولون، صح ولا خطأ؟ صح. ما أسمع. صح. الإجابة للأسف صحيحة. إجابة صحيحة. 1938. حاولوا تضغطون أسرع على زر مدرسة سميسمة وننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال يقول كم تبعد قلعة الزبارة عن مدينة الدوحة؟ اضغط، تعرف اضغط كم؟ 105. اضغط، تعرف الإجابة، اضغط لا تردد. 105. صح. 105 شنو؟ كيلو. كيلو متر. كيلو متر. تبعد قلعة الزبارة عن مدينة الدوحة 105 كيلومترات ولا 150؟ 155. 155. لا 105. أكيد. متأكدين. متأكد. متأكدين. متأكد يا علي؟ إيه. أنا شفتك متأكد وايد من الإجابة، فلذلك إجابتك صحيحة. إجابة صحيحة. 105 كيلومترات تبعد الزبارة عن مدينة الدوحة. وننتقل للسؤال اللي بعده. في أي عام أدرجت اليونسكو الزبارة على قائمة التراث العالمي؟ 2009. 2009. صح. صح. متأكد؟ إيه. متأكد يا سلمان؟ إيه متأكد. ما في خط رجعة للإجابة؟ لا. نذكركم إن إذا الإجابة خطأ راح نخصم منكم نقطة. متأكد. 2009. في أي عام أدرجت اليونسكو الزبارة على قائمة التراث العالمي؟ 2009. للأسف. أنا كل مرة أقول لكم للأسف، والحين فعلاً أقول لكم للأسف لأن الإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة كانت عام 2013 كانت الإجابة صحيحة. كنتوا تعرفون الجواب؟ إيه. كنتوا تعرفونه؟ إيه. إنزين، ننتقل للسؤال اللي بعده ونشوف شنو السؤال يقول. في أي عام سجلت منطقة الزبارة كمنطقة محمية؟ مدرسة أحمد بن راشد. 2009. مو 2013؟ لا 2009. لخبط يا سلمان، صح بالأجوبة؟ 2009. صح. سجلت منطقة الزبارة كمنطقة محمية. الحين ما أقدر أقول لك الإجابة خطأ لأن الإجابة صحيحة. 2009 إجابة صحيحة. وهذا كان السؤال الأخير في هذه المرحلة، المرحلة الثانية. باقي لنا مرحلتين من خلال هذه المسابقة، مرحلتين تقدرون تعوضون فيها، مرحلتين تقدرون تكسبون فيها نقاط بطريقة مش طبيعية. بس احنا مع نهاية هذه المرحلة نذكر بالنتيجة ونقول ان مدرسة احمد بن راشد المريخي الابتدائية حصلوا على 6 نقاط. يسألون تحية.
ومدرسة سميسمة الابتدائية للبنين حصلوا على نقطتين، يستاهلون تحية بعد، يستاهلون صفقة، يستاهلون صفقة. وطبعا ما في شيء مستحيل، تقدرون تعوضون من خلال المراحل الجاية. تعوضون ان شاء الله سميسمة؟ ان شاء الله. جاهزين للمرحلة القادمة؟ ان شاء الله. بس قبل ما نبدا المرحلة القادمة خلونا نطلع وياكم في هذا الفاصل ونرجع نواصل برنامج مدارس. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية في برنامج مدارس، وحماس كثير من المتسابقين وحماس كبير من المدارس اللي مشاركة معنا. نذكركم بالنتيجة اللي أنهينا فيها المرحلة الثانية، كانت 6 نقاط لمدرسة أحمد بن راشد المريخي الابتدائية للبنين، ونقطتين لمدرسة سميسمة الابتدائية للبنين. كل شيء ممكن يصير، ممكن تعوضون في هذه المرحلة، ممكن تكسبون نقاط أكثر في هذه المرحلة. 4 نقاط شوي، 4 نقاط مش رقم كبير. جاهزين؟ نبدأ معاكم المرحلة الثالثة؟ نبدأ؟ إذا مشاهدينا الكرام خلونا نبدأ المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة راح ننسى فيها الزر اللي قدامكم. انسى الزر. حلو؟ كل مدرسة راح يكون لها سؤال من عندي. سؤال بسؤال، سؤال بسؤال. والسؤال راح يكون عليه 4 اختيارات. عندكم 15 ثانية تجاوبون على السؤال. خلال ال 15 ثانية تقدرون تغيرون الإجابة، تقدرون تتناقشون بينكم، تقدرون تعطوني إجابة واحدة. بس إذا انتهى الوقت راح نثبت على آخر إجابة عطيتوني إياها. لذلك لازم أن إجابتكم تكون واحدة وتسمعوني آخر إجابة بطريقة واحدة على أساس أن نحسبها لكم. عندكم 15 ثانية تفكرون في الجواب. وخلونا نبدأ السؤال الأول اللي راح يكون مع مدرسة أحمد بن راشد المريخي الابتدائية للبنين. أعطيكم 4 اختيارات، فكروا وبعدين أعطوني الإجابة. سؤالكم يقول: ما هي الجملة التي تتكون من مبتدأ وخبر؟ الجملة الفعلية، الجملة الإسمية، جملة الشرط، جملة جواب الشرط. 15 ثانية فكروا في الإجابة. الجملة الإسمية. كيف؟ متأكدين؟ إيه. أخذتوا الدرس في المدرسة؟ لا. أي صف؟ من صف ثاني ناخذ نفس الدرس. يا سلام. الجملة الإسمية هي التي تتكون من مبتدأ وخبر، مش جملة الشرط. شنو جملة الشرط؟ تعرفون؟ لا. ما تعرفون؟ لحين ما أخذتوها يمكن. الجملة الإسمية الإجابة صح؟ الإجابة صحيحة. الجملة الإسمية إجابة صحيحة. حصلتوا على نقطة مدرسة أحمد بن راشد. وننتقل لمدرسة سميسمة، وسؤالكم يقول: ما اسم الدولة العربية التي عاصمتها الخرطوم؟ العراق، السودان، الجزائر، الصومال. السودان. السودان. تناقشتوا؟ الصومال. السودان ولا الصومال؟ ثبت لي على إجابة. السودان. 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 تقول السودان؟ علي ومنصور يقولون السودان، أما عبد الله يقول الصومال. صح؟ السودان. خلاص نثبت. إحنا ثبتنا على الإجابة. أنت قلت الصومال وهم قالوا السودان. فلذلك المناقشة حلوة، لازم تناقشون الإجابة مع بعض. اسم الدولة العربية التي عاصمتها الخرطوم هي السودان. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة السودان. السودان إجابة صحيحة. وننتقل للسؤال الثاني لمدرسة أحمد بن راشد. سؤالكم يقول: ما اسم أول مدرسة نظامية بقطر لتعليم الفتيات أسستها آمنة الجيدة عام 1955؟ الجمهور هدوء، خلوهم يركزون. مدرسة بنات الدوحة، مدرسة العلوم، مدرسة النور، ولا مدرسة
الفتاة؟ درجة بنات الدوحة. 15 ثانية تفكرون؟ تناقشوا بينكم وبين بعض؟ درجة بنات الدوحة. مدرسة بنات الدوحة. أول مدرسة نظامية بقطر لتعليم الفتيات عام 1955. مدرسة بنات الدوحة. ومدرسة بنات الدوحة إجابة مش مدرسة الفتاة؟ لا، يعني باسم البنات مدرسة الفتاة ممكن تكون؟ لا لا. أو مدرسة درس. مدرسة النور. خدنا خدتوا الدرس؟ خدنا في صف رابع. خدتوا الدرس في صف رابع. مدرسة بنات الدوحة إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. ننتقل للسؤال اللي بعده لمدرسة سميسنا. سؤالكم يقول: في أي عام توفي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ 450 هجري، 11 هجري، 123 هجري، 65 هجري. 15 ثانية تفكرون. شو تقول يا عبد الله؟ شو تقول يا منصور؟ 11 هجري توفى الرسول صلى الله عليه وسلم. 11 هجري والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة 11 هجري. ننتقل لمدرسة أحمد بن راشد. أحمد بن راشد سؤالكم يقول: كم عدد المناطق التفاعلية الخاصة بالزوار الصغار بمتحف قطر الوطني؟ منطقة واحدة، 12 منطقة، 3 مناطق، ولا 6 مناطق؟ 15 ثانية تفكرون في الإجابة. عطني إجابة بسرعة بسرعة بسرعة. قل لي. ستة. ستة. لازم تعطوني إجابة قبل ما ينتهي الوقت. ستة. عدد المناطق التفاعلية الخاصة بالزوار في متحف قطر الوطني بالزوار الصغار. 6 مناطق وست مناطق. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. 6 مناطق. 6 مناطق. إجابة صحيحة. مدرسة سميسمة تقدرون تعوضون وتقدرون تأخذون النقاط. السؤال وسؤالكم يقول: ما اسم صغير الدب؟ الباندا؟ لا. الجرو؟ الديسم؟ ولا الفرخ؟ ديسم. الديسم. متأكد؟ متأكد. الجرو صغير شنو؟ الكلب. الكلب. والباندا؟ الباندا. الباندا كبير يعني. ايه. باندا. باندا. الديسم. اقول لكم ان اجابتكم، تبون تشوفون الليث الاحمر ولا لا؟ لا ان شاء الله. الليث الاحمر شنو يعني؟ الليث الاحمر يعني اجابتكم خاطئه. ما اسمع. الليث الاحمر منتوب عليهم. بتشوف الليث الاحمر عليهم؟ فلذلك ما راح تشوف الليث الاحمر عليك مع هالسؤال. اجابتكم صحيحه. اجابه صحيحه. الديسم. إجابة صحيحة. مدرسة أحمد بن راشد سؤالكم يقول: كم عدد آيات سورة البقرة؟ 286 آية، 140 آية، 150 آية، ولا 200 آية؟ الجمهور هدوء، خلوهم يركزون. 286 آية. متأكد؟ إيه. سلمان متأكد؟ إيه. عبد الله؟ فارس؟ أكيد؟ 286 آية. إجابة جاهزين للصفقة؟ يلا صفقوا. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. 286 آية. مدرسة سميسمة سؤالكم يقول: كم طول شبكة سكك حديد ترام مدينة لوسيل؟ 19 كيلومتر، 31 كيلومتر، 145 كيلومتر، 214 كيلومتر. كم عدد طول شبكة سكك حديد ترام مدينة لوسيل؟ أعطوني إجابة. 31. أعطوني إجابة. 19. 19. 19. حتى 19. منو قال 31؟ ومنو قال 19؟ متأكد من 19؟ علي ما تقول
145 وايد صح؟ بعيد صح؟ ويا 19 يا 31 19 31 مدرسة سميسمة صح إجابتهم؟ مو بصح؟ زين صفقوا لهم لأن الإجابة صحيحة 19 كيلو متر إجابة صحيحة مدرسة أحمد ترى قربوا منكم أنا قاعد أشوف النقاط قدامي يعني الفرق بسيط أعطونا إجابة صحيحة على هالسؤال السؤال يقول في أي عام تم افتتاح جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة عام 1970 عام 2015 عام 2011 عام 2001 15 ثانية أعطني إجابة بسرعة 1970 ثبت ولا بتغير؟ ثبت مو بتغير؟ لا خلص الوقت أصلاً 1970 1970 تم افتتاح جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة مدرسة سميس ما تعرفون الإجابة؟ ها؟ ما تعرفون؟ إجابتكم كانت للأسف هو قال بيشوف الليت الأحمر عندكم فللأسف إجابة خاطئة بنشوف الليت الأحمر الإجابة الصحيحة كانت 2011 افتتاح جامع الإمام محمد عبد الوهاب كان سنة 2011 مدرسة سميسمة لازم تجاوبون إجابة صحيحة عشان تقربون منهم جاهزين؟ سؤالكم يقول ما اسم البرج المائل في إيطاليا؟ برج بيزا برج إيفل برج بتروناس برج شنغهاي بيزا 15 ثانية بيزا ما تبون 15 ثانية؟ لا لا خلاص برج بيزا حد فيكم راح إيطاليا؟ ما رحتوا؟ تروحون تشوفون البرج لأن الإجابة صحيحة برج بيزا إجابة صحيحة مدرسة أحمد بن راشد سؤالكم يقول السؤال ما اسم المستشفى القطري المتخصص في الطب الرياضي وجراحة العظام؟ مستشفى الرميلة مستشفى الوكرة مستشفى سبيتار مستشفى حمد سبيتار مستشفى سبيتار إجابة متأكد يا سلمان؟ إجابة صحيحة مستشفى سبيتار إجابة صحيحة مدرسة سميسمة سؤالكم يقول السؤال يقول ما هو الشيء الذي يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين ذرتين هيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين هل هو الهواء ولا الزيت ولا الماء ولا الحليب 15 ثانية ذرتين اكسجين ذرتين هيدروجين وذره اكسجين الهواء فكر الماء الماء ها الماء 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 او الهواء من قال الهواء من يقول الماء بس انت تقول الماء يعني اثنين ضدك وانت اعطيتني قلت الماء ليش ما تناقشتوا مع بعض اوكي خلاص ها وياهم وياهم خلاص ثبتنا على الإجابة خلاص ثبتنا على الإجابة الماء أنت يعني تبي تكون وياهم؟ تبي تكون وياهم الهواء؟ لا خلك بروحك الماء إجابة صحيحة إجابة صحيحة الماء إجابة صحيحة سؤالكم يا مدرسة أحمد بن راشد يقول كيف تكتب التاء التي تلفظ هاء عند الوقوف وتاء عند الوصل تاء مربوطة تاء مفتوحة هاء في نهاية الكلمة هاء على شكل ضمير متصل كيف تكتب التاء التي تلفظ هاء عند الوقوف وتاء عند الوصل 15 ثانية أعطني إجابة أعطوني إجابة بسرعة مفتوح تاء مفتوحة تاء مفتوحة كيف تكتب؟ ها
ها على شكل على ريمه. لا ايش تبي تقول؟ ها على شكل ضمير. تاء مربوطه. تاء مربوطه. تاء مربوطه كانت اجابه او اجابتكم اللي هي تاء مفتوحه اجابه للاسف خاطئه. الاجابه الصحيحه كانت تاء مربوطه. تاء مربوطه تنكتب في اخر الكلمه. مدرسه سميسمه سؤالكم يقول، السؤال يقول ماذا نسمي النون الساكنه التي تلحق باواخر الاسماء وتلفظ ولا تكتب؟ الاماله، الاشمام، التنوين، الغنه. ايوه 15. اعطوني اجابه بسرعه. التنوين. التنوين. التنوير. علي ايش فيك؟ ليش قلت لا لا؟ بتناقش معاه؟ حاطه بمخك. ما تناقشتوا يعني؟ تناقشنا لكن ما يسمع. ليش؟ قاعد كذي وانا قاعد على جنب السكن وقاعد موجه منه شلون تناقش؟ لازم تتناقشون مع بعض، بس يمكن هو يكون متاكد من الاجابه فيعطيني اجابه صحيحه. صح؟ بس لازم بعد تتناقشون مع بعض. التنوين، قلت لي التنوين اجابه. ها ايش رايك علي؟ خطأ. خطأ؟ الإجابة صحيحة. التنوين إجابة صحيحة. والسؤال الأخير لمدرسة أحمد بن راشد البريخي زي البنين، سؤالكم الأخير يقول متى فرضت الصلاة على المسلمين؟ بعد الهجرة بتسع سنين، قبل الهجرة بسنتين، بعد الهجرة بسنة، بعد الهجرة بخمس سنين. متى فرضت الصلاة على المسلمين؟ قبل. أعطوني إجابة بسرعة. بسرعة. قبل الهجرة بسنتين. قبل الهجرة بسنتين. منو قال الإجابة؟ علي. كلكم متفقين على الإجابة، فالإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. قبل الهجرة بسنتين. السؤال الأخير لمدرسة سميسمة في هذه المرحلة، ركزوا على السؤال وركزوا في الإجابات. ما هي الألوان الأساسية؟ سهل؟ سهل. الأحمر، الأزرق والأصفر، ولا البرتقالي والأبيض والأسود، ولا الأسود والأبيض والأصفر، ولا الأزرق والبنفسجي والوردي؟ رقم واحد. رقم واحد. الأحمر والأزرق درسنا. الحين علي تناقشتوا الحين متفق على الإجابة؟ أكيد؟ إن شاء الله إجابة صحيحة؟ إن شاء الله. الأحمر والأزرق والأصفر الألوان الأساسية. الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. وخلصنا هذه المرحلة. هذه المرحلة أكثر مرحلة تقدرون تجمعون فيها نقاط، فجمعتوا نقاط والفرق صار بسيط جدا. كان الفرق قبل ما نبدأ هذه المرحلة 4 درجات، صح؟ 4 نقاط. أما الحين الفرق صار نقطتين. مدرسة أحمد بن راشد المريخي حصلوا على 12 نقطة، ومدرسة سميسمة الابتدائية للبنين حصلوا على 10 نقاط مع نهاية هذه المرحلة. ها متوترين؟ توترتوا شوي؟ المرحلة الأخيرة الحين راح تكون، راح نرجع فيها للزر، وراح نرجع فيها واللي يجاوب خطأ راح ينخصم منه. فنركز في المرحلة الأخيرة. جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين هني؟ إذا خلونا نبدأ وياكم المرحلة الرابعة والأخيرة. في هذه المرحلة لازم تركزون على الشاشة اللي وراي، لأن بنعرض لكم فيها حروف كثيرة، ومن خلال هذه الحروف راح تكون في كلمات. شوفون الحروف وراي في كلمات، حاولوا تطلعون لكم 3 4 كلمات الحين، لان راح نسالكم اسئله، ومن خلال الاسئله هذه لازم تجاوبون، والجواب يكون موجود على اللوحه اللي ورا. اذا جواب موجود اجابتكم راح تكون خطا. اوكي؟ واللي جاوب غلط، اللي جاوب خطا راح نخصم منه نقطه، اللي جاوب صح راح نعطيه نقطه. جاهزين؟ جاهزين. عرفتوا كذا كلمه؟ في كلمات شفتوها؟ ممكن الكلمة تكون أفقية، ممكن الكلمة تكون رأسية، ممكن تكون من تحت، من فوق، على جنب. الكلمات موجودة عادي. اي عادي ممكن تكون شيء الكلمة. اوكي؟ جاهزين؟
خلونا ناخذ السؤال الأول واللي يعرف يضغط على الزر. السؤال يقول: ما الذي يكسو العظم في الجسم؟ مدرسة أحمد بن راشد. ضغط ولا ما ضغط؟ ضغط أنت، بس يمكن ضغط بالغلط، بس الحين لازم تعطيني إجابة. ما الذي يكسو العظم في الجسم؟ عطني إجابة بسرعة. عطني إجابة. ما عندكم إجابة للأسف. فبقول لكم إن الجواب اللي أعطوني إياه خاطئ، لأنه ما عندكم إجابة وخصمنا منكم نقطة. جلد. قلت لي جلد. موجودة الجلد مو موجودة. الإجابة الصحيحة كانت لحم. اللحم كانت الإجابة الصحيحة. لا تضغط إلا وأنت متأكد، فلذلك خصمنا عليكم نقطة مدرسة أحمد بن راشد. والسؤال اللي بعده يقول: السؤال يقول: ما اسم من أسماء العملات وهي جزء من أجزاء الريال، فما اسمها؟ من أسماء العملات وهو جزء من أجزاء الريال. إذا لقيتوا الجواب اضغطوا على الزر. أسهلها عليكم شوي. هو مكون أو شيء من حديد، يعني عندنا شيء من حديد. نقود. لا درهم. شنو؟ درهم. موجودة درهم وراي؟ ايه. وين؟ درهم. متأكدينها موجودة؟ ايه. شلون مكتوبة، بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض. ايه. درهم. من أسماء العملات هي جزء من أجزاء الريال، فما اسمها درهم. والإجابة صحيحة. درهم إجابة صحيحة. وننتقل للسؤال اللي بعده. المنافسة ولعت مثل ما يقولون، والنتيجة صارت متعادلة الحين. النتيجة متعادلة. خلونا نشوف: ما اسم القماش الطويل الذي نغطي به شبابيك المنزل؟ مدرسة أحمد بن راشد. ستار. ستار بالعرض وفي آخر سطر. ستار. متأكدين؟ ستار. الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. ستار. ننتقل. هذه أنا أقول لكم هذه المرحلة المنافسة فيها راح تكون أقوى من المراحل اللي طابت، لأن الإجابات موجودة على الشاشة، بس أنت اللي عليك أنك تركز وتطلع الإجابة من خلال الشاشة الموجودة وراي. السؤال يقول: مسطح مائي صغير يكون عادة ضحلا، فما هو؟ بركة. بركة. صحيح. ما تناقشت مع ربعك؟ قلنا أول شيء موجود. أول شيء موجود. إحنا كنا هو طلع الكلمة قبل ما ننسى. قلنا قبل هذا، طلع شوية كلمات عشان نعرف. ما شاء الله مركز سلمان. طلعت 4-5 كلمات عشان تجاوب على الجواب على طول. بركة. والإجابة. شو رأيكم جمهور؟ ما أسمع. بما أن الجمهور قال صح، إجابتكم صحيحة. إجابة صحيحة. بركة. السؤال اللي بعده يقول: ركز في السؤال. السؤال يقول: ما اسم الشخص الذي يشتري ويبيع البضائع؟ انت قلت الجواب قبل ما تضغط. لو ما ضغط كان ممكن هم اللي ياخذون الاجابه. مدرسه سميس، ما عندكم الاجابه؟ شنو قلت؟ تاجر. الشخص الذي يشتري ويبيع البضائع. شايفها موجوده وراي؟ وين؟ ما تسوى بالطول. بالطول؟ ايه بالطول. تاجر؟ ايه. تاجر. والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. تاجر. إجابة صحيحة. هذا اللي جاي الحين راح يكون السؤال الأخير. يا تصيب يا تخيب. النتيجة جدا متقاربة، ممكن في أي لحظة تتعادلون وممكن تنقلب النتيجة. فنركز ركز ركز. صراحة أنا قلت لكم إن المنافسة قوية والنتيجة جدا متقاربة، وركز على الزر. السؤال الأخير يقول: ما اسم الحجر الكريم الذي نستعمله في بخوص الحلي؟ جوهر. مدرسة أحمد بن راشد. جوهر. شو رأيك علي؟ صح. علي يقول صح. خلاص
إجابة صحيحة. السؤال الأخير، مع أن كان ما اسم الحجر الكريم الذي نستعمله في فصوص الحلي؟ جوهر. ومدرسة أحمد بن راشد إجابتكم كانت صحيحة. إجابة صحيحة مدرسة أحمد بن راشد. خلصنا أسئلتنا، خلصنا هذه المرحلة واستفدتوا معلومات جديدة، صح؟ استفدتوا معلومات، تعلمتوا، وهذه ثقافة جديدة تحافظون عليها وتستفيدون منها وتعلمونها أخوانكم وتعلمونها ربعكم. طبعاً الجوائز راح تكون للكل، كل اللي شاركوا راح يحصلون على جوائز، وبس لازم نعلن عن الفائز معانا. الفائز معانا واللي حصل أو المدرسة اللي حصلت على 14 نقطة هي مدرسة أحمد بن راشد المريخي الابتدائية للبنين، ومدرسة سميثمان الابتدائية للبنين يحصل على 12 نقطة. يستاهلون تحية بعد، يستاهلون تحية. يا سلام، مدرسة سميثمان 12 و14، يعني لو أنتم جاوبتوا على السؤال الأخير كان ممكن تتعادلون، ولو هم غلطوا كان ممكن يصير تعادل وتصير أمور أكثر. ولكن يعطيكم العافية على مشاركتكم، وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مدارس. نتمنى أن استمتعتوا في هذه الحلقة واستفدتوا من المعلومات واستفدتوا من الأشياء الكثيرة اللي قلناها. انتظرونا في حلقات قادمة من برنامج مدارس. احنا مستمرين مع المدارس، مستمرين مع التشويق، ومستمرين مع الحماس من خلال مشاركات المدارس معنا. وصلنا وياكم إلى الختام، ومع السلامة. يلا تعالوا استلموا هداياكم. هذه لك، هذه لك يا علي، هذه لك يا سلمان، عبد الله، وفارس. يعطيكم العافية.